السلام عليكم، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي خير. قبل ما نيجي نشوف هنتكلم على ايه النهارده، نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله، كل سنه وانتم طيبين. خلاص المدارس على الابواب، جايبه لكم افكار حلوه جدا 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 لاولادنا في المدارس، ويا رب تعجبكم. نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه خالص في الفطار، الحاجات الحلوه الجميله اللي الاولاد بيحبوها ديت. دي طبعا احنا كنا فين؟ في كارفور، تمام. بجيب حاجه الشهر، وجايبه لكم شويه افكار حلوه قوي. دي الفطار حلو الصبح كده، الولد ينزل حطي له معلقتين اتنين بمعلقه سكر او معلقه عسل نحل وشويه لبن، حاجه مغذيه وفاتحه للنفس وجميله، بلا سندوتش بقى، بلا حاجه، بلا بيضه. ممكن ما يقدرش ياكل كل الحاجات دي الصبح، ياكل الحاجه الجميله ديت. ودي جميله كده زي ما انتم شايفين كده، نسكويك ده بالشوكولا المكعبر الجميل دوت، ممكن تاكليه كده. وانا بتحب اتسلى بيه، بجد بحب اتسلى بيه وانا قاعده كده. دي عامله 45 جنيه الحجم دوت، ومعاها علبه الوان هديه عشان يشجعوا بيها الاطفال، تمام. حلو قوي الفطار الصبح، او للعشاء بالليل حاجه خفيفه قوي، يعني حاجه خفيفه وجميله للولاد. نيجي بقى للسندوتشات والافكار اللي انا هقولها لكم النهارده. بصوا يا جماعه، هتقولي هروح اصرف قد كده؟ لا، لو هتروحي هتجيبي شويه الحاجات دولت هيقعدوا معاكي شهر، توفري شهر، ما تجيبيش جبن ولا تجيبي حاجه. لكن لو جبتي باليوم هتصرفي كتير قوي، يا دوبك بس هتجيبي العيش الفينو او العيش البلدي على حسب ما بتحطي لاولادك ايه في اللانش بوكس بتاعهم، تمام. عندك اللانشون، طبعا كل الاولاد بيحبوا اللانشون، طبعا انضف نوع هو الحلواني. بص الطبق ده عامل 34 جنيه، ده لانشون حلواني زيتون. الطبق ده عامل 34 برضو، تمام. لانشون حلواني فلفل اسمر. الزبادو للولاد بيحبوه، يحطوا له معاهم يفتح نفسهم كده، او العصير ده حلو قوي باللبن. مزارع دينا بيعملوا حاجات حلوه قوي بالنكهات كلها، الفراوله، المانجا، الموز، كل الحاجات دي الولاد بيحبوها. الحاجه الساقعه ممكن او ممكن لا، يعني على حسب. ده لقيت عرض برضو رحت جايباه، هما خمسة وعليهم واحدة هدية، السبرايت ما بلاقوهوش كتير، تمام. وعندنا البسطرمة الجميلة ديت، ده عامل 53 جنيه. لو حابة تعملها لهم بقى في الغدا كده، او ممكن سندوتشات بالبيض بتبقى حلوة قوي قوي. في ناس كتير، اولاد كتير بيحبوا البسطرمة بالبيض. الجبنة دي بقى تحفة تحفة تحفة، تفتح النفس كده على الاكل. الطبق ده عامل 23 جنيه، والجبنة الاسطنبولي ديت الطبق ده عامل 49 جنيه. الجبنه دي اسمها سبريد، جبنه سبريد، بس لذيذه جدا جدا، انا دقتها وعجبتني قوي. الجبنه دي بقى الميكس لحوم بالمايونيز، يعني ميكس بقى الجبن، اللانشون، البسطرمة، الزيتون، الفلفل، فيها جميع الحاجات. بجد يا جماعة أفكار حلوة قوي 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 لولادنا، وهتوفري جامد. يعني الحاجات دي كلها مش هتكلفك 200 جنيه، لكن لو قعدتي تجيبي كل يوم هتجيبي قد كده وهتصرفي قد كده. يعني تجيبي الحاجة وتنسيها تحطها في التلاجة، تنفع فطار تنفع عشاء للي ما عندهمش، يعني اولاد في المدارس، تمام. علبه الحلاوه ديت زي ما انتم شايفين كده ب 45 جنيه البوادي. طبعا في عروض حلوه قوي لو رحتوا هتعجبكم. وغير بقى باكو بسكوت مثلا، يعني جايبه بسكوت نواعم برضو، بسكوت بالشوكولاته، جايبه كيكه، يعني الحاجات دي حلوه قوي قوي، بتفرق يا جماعه. حتى لو ما عندكيش ولاد في المدارس، ابنك رايح الجامعه ياخد باكو بسكوت، ابني بيحب الحاجات دي قوي، هو ابني في الجامعه بيحب الحاجات دي قوي، بيحب هو اللي جايبها على فكره. كبير تحس انه هو صغير بيحب الحاجه دي، هو من صغره يحب يفطر بالنسكويك والحاجات الحلوه ديت باللبن، تمام. لو جوزك رايح الشغل ممكن تعملي له حاجات من ديت حلوه، لانش بوكس، يعني اللانش بوكس للكبار وللصغيرين، يعني مش للاطفال بس اللي في المدارس، لا والكبار كمان، تمام. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو الجميل دوت، وما تنسوش بقى تعملوا اشتراك ولايك وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي، قناه يوميات لولو اللهلوبه. بجد انا بحب، يعني بجيب حاجه استفاد منها، بحب افيد الناس اللي حواليا، ولعل وعسى حد يتعلم مني حاجه حتى لو صغيره، تمام. يا حبايبي يا رب تكونوا استفدتوا معايا النهارده في الفيديو الجميل دوت القصير دوت. وكل سنه وانتم طيبين وولادكم طيبين بمناسبه دخول المدارس، ويا رب كده
يعود علينا وعليكم الأيام بالخير. ولازم الست لازم تدبر حالها، الست لازم تدبر حالها، والست الشاطرة هي اللي بتنفع نفسها. هتجيبي الحاجة دي وهتنسي طول الشهر، تحطي في بطنك بطيخة صيفي كده، عندك حاجات للسندوتشات. الواحد لما بيكون عنده حتة جبنة بيفرح ان هو عنده حاجة يعملها سندوتش، والله العظيم بجد زي ما بقول لكم كده. قولولي بقى ايه رأيكم، الحلاوة دي حلوة قوي، الجبنة الاسطنبولي اللانشون. بصوا 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 الجمال، العصير جينا دوت تحفة. استنى اجيب لكم سعره، نشوف كده سعر عصير دينا. الزبادو عامل 49، اللي احنا جايبين 6، كان في مكرونة حلوة او برضو 75. انا عايزة اجيب لكم مزارع دينا اهو لبن، ده عصير باللبن عامل 8 جنيه وربع، عامل 8 جنيه وربع، جميل بصراحة. دي المشتريات اللي انا جبتها، شوفوا يا جماعة الاسعار. بطاطس اللي هي الحلوة الجاهزة ديت برضو جميلة، الالية على طول ب 58، 2 كيلو ونص ب 58، 75. اللانشون بقى والحاجات اللي احنا لسه قايلينها. بص بص بص، كان في عرض برضو ايس كريم كارنافاليتا واحدة وعليها واحدة 41. بصراحة انا بحب اروح كارفور بيبقى عليه عروض بصراحة. شوفوا شوفوا يا جماعة، في مكرونة اسمها لمتنا 5 جنيه، وفي مكرونة برضو تاني استنوا اهي اسمها، عايزة اعرف لكم اسمها ايه، كان ب4 جنيه على فكرة. مكرونة، في مكرونة ب4 جنيه. انا بحب اروح على طول، وكذا فيديو عامله لكم في كارفور. بصوا، ولو عايزه تجيبي اوريو، شوكولاته، حاجات جميله، جلاكسي، دومتي، باسترما. باسترما حلو قوي بنعملها بالبيت، بس انا عايزه اجيب لكم اسمها باستا. مكرونه ما علينا، كان في مكرونه ب4 ومكرونه ب5 ومكرونه ب6، يعني جميع الانواع. زي ما انتم شفتوا بقى الاسعار معانا اهوت، وافكار حلوه. يا رب تكونوا استفدتوا معانا. تمام، وريتكم كل حاجه بالصوت والصوره. البطاطس برضو اللي هي فارم دي حلوة قوي قوي. وطبعا لما بروح لازم اجيب برجر، جبت برجر، وجبت ايه تاني يا لولو، لا الفراخ اللي هناك ما بجيبش فراخ ولا لحوم صراحة، بجيب من عند الفراخ بتاعي والجزار بتاعي، لان الحاجات دي لازم تبقى مضمونة 100%. تمام، هي طبعا كل حاجة هناك حلوة. وكان في حلاوة المولد، كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة المولد النبوي الشريف. برضو هناك العبد عارض، وكذا شركة عارضة هناك، كذا مصنع حلويات عرض حلاوه المولد هناك. فاحنا طبعا هنروح نجيب ان شاء الله من العبد، فلما اجيب حلاوه المولد هقول لكم برضو انا جبت ايه والاسعار بكام. يلا بقى، اشتراك ولايك كتير لو عجبكم الفيديو. حبايبي يا حلوين، صباح الفل والياسمين على احلى متابعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو اخر ان شاء الله.